ناوي تأسس شركة لكن ما عندك شريك؟ إذا أنت ما سمعت بشركة الشخص الواحد، وهي شركة يكون مالكها شخص طبيعي أو اعتباري بدون أي شركاء، وتشبه المؤسسة الفردية من ناحية ملكياتها فقط، وتختلف عنها بأن لها شخصية وذمة مالية مستقلة عن مالكها، وتنطبق عليها جميع مميزات الشركات سواء في التأسيس أو الملكية أو الالتزامات المالية أو حتى في التمويل والاقتراض مثل ما قلنا في الفيديوهات السابقة. وغير كذا فإن اتخاذ القرارات الاستثمارية فيها سهل ومرن جداً، والحين تقدر تأسس شركة الشخص الواحد وتستفيد من مميزاتها. وحتى لو عندك مؤسسة وحبيت تحول لشركة، تطمن ترى الخطوات سهلة جداً، فقط ادخل على com.cr.sa أسس شركتك.